فإحنا أنا عاوز أقول لأبنائنا المصابين الله هيعمل معاكم. ونقطة أخيرة تخص المصابين دول، شهداء معترفين. اللي يسفك دمه اسمه شهيد بسفك دمه، أقر بإيمانه وتمسك بإيمانه ومات على إيمانه. هناك الشهيد المعترف اللي اعترف بإيمانه واعتدي عليه لكن الله وتعشم قبوله عند السيد الرئيس. الأقباط بيطالبوا أن تكون هناك كنيسة على اسم الشهداء، باسم شهداء طريق دير الأنبا صموئيل. المنطقة اللي استشهدوا فيها كلها صحراء. احنا مطرانية مغاغة لنا 10 شهداء، لنا أرض تملكها الكنيسة على مدخل الدير. أنا برفع لسيادة الرئيس مطلب الأقباط، وأنا متعشم في سيادته أنه يصدر قراره زي كنيسة العور، دول برضو كانوا شهداء، كنيسة ومبنى خدمات في الأرض بتاعة المطرانية القريبة من أقرب مكان للحادث. احنا جنب مدخل الأنبا صموئيل، ودي حقيقة هتبقى لفتة من سيادة الرئيس، هتبسط الأقباط كله. نعم أكيد مش هيبخل بيها سيادة الرئيس يعني. أكيد لو سيادته أصدر قراره الحكيم هيكون لي صدى كبير عند الأقباط عموما والأقباط خصوصا في المنيا.